السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد أكيد كلنا نفسنا ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لليلة القدر. في شخص هو الذي يضمن أن يفوز بليلة القدر. من هو؟ هو الذي يتحرى ليلة القدر، هو الذي يجتهد في ليلة القدر، هو الذي يلتمس ويتلمس ويتحسس ويسعى ولا يمل ولا يكل في أنه يغتنم ليلة القدر. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، هو حريص أنه ياخد الليلة من أولها. ده عشر ساعات، عشر ساعات الليلة كلها. أنت عندك المغرب على ستة وتلت والفجر على أربعة، يعني عشر ساعات، مش مكمل كمان عشر ساعات. عشر ساعات أنت لو اجتهدت فيهم، لو أنك يعني شمرت عن ساعد الجد، يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. اللي يجتهد في العشر ساعات دول كأنه عبد ربنا سبحانه وتعالى 30,000 ليلة. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، شهر 30 ليلة، 1,000 في 30، 30,000 ليلة، ده العشر ساعات. طب مين اللي يضمن ليلة القدر؟ اللي يبقى حريص إنه عاوز يضمن ليلة القدر. من أدمن قرع الباء يوشك أن يفتح له، من أدمن قرع الباء يوشك أن يفتح له. إن أنا مثلا أنا هفترض إن النهاردة ليلة من الليالي أنا اغتنمتها من أولها، بمعنى صليت العشاء جماعة في المسجد، وبعدين صليت مع الناس التراويح، وبعدين روحت لتحت شوية، وبعدين قمت على الساعة واحدة، واحدة ونص صليت تهجد. هو يعني يا عم الشيخ أحمد مش لازم أنا أقعد، ولا لازم أقعد أنا طول الليل أعبد ربنا؟ لا، ما حدش قال كده. سيدة عائشة تصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم فتقول ما أعلمه قام الليل حتى الصبح، بتقول ما شفتوش مرة قاعد يصلي من العشاء لحد الفجر صلى الله عليه وسلم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليك، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يبقى تقيم من الليل ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. صليت تراويح، وبعدين رحت ارتحت شوية، وبعدين صليت تهجد ساعة ولا ساعة ونص، وبعدين اتسحر، وبعدين ختمت الليلة بتاعتي. خلي بالك، انت بدأتها بقيام، بدأتها بعشاء، بدأتها بصلاة، بدأتها بعبادة، وفي النص عبادة، وبعد كده ختمتها بعبادة. ثق تماما أن الذي يفعل هذا ضمن ليلة القدر، ضمن ليلة القدر. هو كده تمام كده؟ مش لازم بقى تبقى طول العشر ساعات، لا خالص. لكن انت بتجتهد، بدأت تراويح بعد العشاء ساعة ولا ساعة ونص وصلي التراويح، وبعدين تحت شوية عشان اقدر اصلي تهجد ساعة ولا ساعة ونص كمان، وبعدين اتسحر. سبت لنفسي بعد السحور وحتى اذان الفجر نصف ساعة كده او ربع ساعة، صليت فيهم ركعتين، قعدت ادعو ربنا، استغفرت ربنا، اهتميت بالعبادة، ذكرت ربنا لحد ما طلع ايه الفجر، لحد ما اذن الفجر. انا بقول لك انت ضمنت ليلة القدر. اللهم اجعلنا من اهلها، ووفقنا لقيامها، وارزقنا بركتها، وارزقنا خيرها، وارزقنا كرامتها، وارزقنا ثمرتها، اللهم امين. هو ده الشخص اللي يضمن ليلة القدر، اللي هو بيجتهد بيبقى حريص ان هو ايه يفوز بليلة القدر. وطالما هو حريص ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه ان شاء الله. ربنا يوفقنا جميعا لليلة القدر ويجعلنا من اهلها. قولوا امين. ما تنسوش تشيروا الفيديو ده علشان يعم الخير وينتفع الغير، وتبقى انتوا سبب في ان الناس تبقى حريصة ان هي تغتنم وتحرص على ليلة القدر. ربنا يجعلنا من اهلها. شوفوا على خير.